فتعالوا بقى نروح للدوحة وزميلنا العزيز جدا هناك أحمد عويس الناقد كمان الرياضي عشان ينقل لنا، وهو دايما بينقل لنا الأحداث هناك يعني زي ما نكون موجودين بالظبط. يعني عويس بونجور عليك في البداية، وسعداء إن أنت بتكون معانا كده كل حلقة وبتنقل لنا الكواليس المختلفة. والنهاردة يمكن في كواليس كتيرة جدا هنروح معاك بقى بشأنها، فوز المغرب اللي البعض للأسف الشديد كان عنده تخوف رقم واحد. أنت معايا عويس في الأول؟ بونجور. صباح الخير يا هوان، صباح الخير يا كريم، واسف على صوتي اللي ضايع لانه امبارح احنا كنا مشجعين درجه ثالثه زي ما بيقولوا. طبعا اكيد المنتخب المغربي في الملعب طبعا الحقيقه منتخب يشرف، لعيبه تشرف، منتخب رجاله في الملعب، اداء راقي حقيقه. كل عربي وكل مغربي وكل افريقي فخور بمنتخب المغرب واللي عمله واللي ان شاء الله ممكن يعمل مفاجاه كبيره. انا فاكر لو مفتوحة على كل الاحتمالات اللي بنشوفه في المباريات من أول دور المجموعات لحد مباراة دور الثمانية، مفيش حاجة مضمونة في البطولة. صح، مفيش أي منتخب ضامن مكانه. بالبرازيل المرشح الأول للبطولة خرج قدام منتخب كرواتيا، منتخب بلجيكا ثالث البطولة اللي فاتت خرج من الدور التمهيدي، منتخبات كبيرة، منتخب البرتغالي المدجج بالنجوم، المنتخب الأسباني والكبار دول خرجوا على إيد المنتخب المغربي. فالحقيقة المنتخب المغربي على ارض الملعب لا يقل قوه ان لم يكن افضل من اي منتخب موجود في البطوله. اتمنى انه يكمل على كده، والحقيقه صور ومشاهد حلوه كلنا بنشوفها. منتخب الساجدين يعود من جديد، المنتخب المغربي اللي كان لقب المنتخب المصري أيوة. ولكن دلوقتي المنتخب المغربي بيفرحنا بسجده بعد كل مباراه. وجود امهات اللعيبه وحاله شفنا اشرف حكيمي، شفنا سفيان بوفال، شفنا كل نجوم المنتخب المغربي بيرقصوا مع امهاتهم في المدرجات وفي الملعب. حقيقه انا ما شفتش منتخب مغربي قبل كده عنده حاله الحب والتجانس والتفاعل. صحيح، ده يرجع لوليد الركراكي برضو يا عويس. يعني كل الناس تحدثت عن قد ايه هذا المدير الفني اللي بجد عنده مميزات كتيره جدا، الاساس منها الكيمستري الحلوه ما بين اللعيب ده كان ظاهر بشكل كبير جدا في الملعب يعني، وكمان في غرفه الملابس. بس انا عايزه اروح معاك بقى بما ان انت كنت موجود ومن مدرجات الدرجه الثالثه زي ما اتقالوا مشجعي مدرجات الدرجه الثالثه، انا عايزه اروح معاك للكواليس اللي حصلت والصور اللي احنا يمكن مش شايفينها قوي او مش بتعرف عرضها الشاشات او الصحف المختلفه. توقعات كمان الجماهير هناك مش هقول المغربيه بس العربيه، يعني احنا شفنا المغرب كان حلمنا ان هي توصل دور ال16، دلوقتي بنتكلم على ربع نهائي، بنتكلم من سقف التوقعات كمان بقى اصبح ان احنا عايزين نوصل للنهائي. كل ده برضو اكيد وراه قصه، اكيد وراه شغل بيتم. انت بتشوف ايه سر نجاح منتخب المغرب حتى هذه اللحظه؟ ولو طبق مثلا في منتخبات عربيه مختلفه منها مصر ربما نلاقي نفس النتيجه، ولا الوضع ايه برضو يا عويس من وجهه نظرك؟ وقبل البطوله بثلاث شهور كان في حاله من الغضب من لاعبي المنتخب المغربي ضد مدربهم السابق وحيد خليلوزيتش. هل المنتخب المغربي خد قرار جريء جدا؟ يعني لو اي حد في العالم خد قرار زي ده كان تقريبا يعني زي ما بيقولوا كده كانوا مشوه ساعتها. الاتحاد المغربي خد قرار باقاله وحيد خليلوزيتش وتعيين وليد الدراجي قبل ثلاث شهور من البطوله، والحقيقه كان قرار شجاع لانه خلى اللعيبه تلتف حوالين وليد الرجراجي. هو مدرب وطني، مدرب واعد، حقق دوري ابطال افريقيا وعنده من المقاومات اللي تخليه يقود منتخب المغرب، وعنده من المقاومات اللي يرجع الروح تاني للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي كان بيفتقد نجوم كتير جدا على راسهم حكيم زياش اللي كل باعتراف كل الناس وكل المحللين وكل الجماهير المغربيه مش ده حكيم زياش، يعني مش ده حكيم زياش اللي كان مع المنتخب المغربي في مرحله خليلوزيتش وبعدها اعتذر اصلا عن المشاركه مع المنتخب المغربي. اعاد الوليد الدراجي اعاد الالفه والمحبه للعيبه، وزي ما انت قلت انا هوان اوضه اللبس مختلفه، في حاله من الحب. الجمهور المغربي هنا يعني تقريبا المنتخب المغربي بيلعب وكانه بيلعب في مركب محمد الخامس، يعني الملعب فيه 41,000 فيهم 41,500 مغربي، ولو ما كانوش مغربيين مغاربه فهم عرب بيشجعوا منتخب مغربي. فالمنتخب المغربي بيلعب تقريبا على ارض وسط جمهوره، زائد حاله الحب اللي موجوده في الشوارع والناس الجاليات العربيه كلها بسبب المنتخب المغربي. اداره ماشيه كويس، بدا الكلام ده
يعني ممكن اقول لك احكي لك، انا يعني هو سنه 2014 زي النهارده تقريبا كان في مباراه بين المغرب التطواني واوكلاند سيتي على ما اعتقد النيوزيلندي في كاس عالم الانديه. الملعب المطره مطرت فالملعب غرق فما كانوش عارفين يلعبوا. ملك المغرب اقال وزير الشباب والرياضه والمسؤولين عن الاتحاد، وبدات الطفره من هنا. من اليوم ده بداوا يعملوا بنيه تحتيه، يعملوا اكاديميات للكوره، يعملوا نظام جديد، يفتحوا الاحتراف. بعد 8 سنين المغرب بتحصد اللي عمل القرار اللي اتاخد 8 سنين. دلوقتي المغرب بتحصد فتح باب الاحتراف واكاديميه الكوره اللي عملتها والحاجات. اللعيبه في لعيبه اصلا بدات في فرنسا، يعني ما دخلتش المغرب، ربت ولعبت كوره في اكاديميات مغربيه موجوده في فرنسا. محمد قناحي رقم 8 اللي العالم كله بيتكلم عليه واللي هيبقى عليه حرب ضروس بالانديه الكبيره، ده اتربى في اكاديميه كوره في فرنسا مش في المغرب. فالحقيقه لازم ندرس ده، لازم نفتح باب الاحتراف للاعبتنا، ما نقفلش عليها، ولازم اتحاد الكوره يبقى مهتم بالمنتخبات والناشئين. دلوقتي عندنا لجنه انديه، لجنه الانديه مسؤوله تماما عن الدوري العام، اتحاد الكوره ينسى الدوري العام ويشتغل على منتخباته. احنا عندنا الحقيقه المنتخبات حدث ولا حرج، يعني نتائج هزيله، صح. المنتخبات بتخسر، فلازم ناخد بالنا من المنتخبات، ناخد بالنا من قاعده النشأ، نسيب الدوري والانديه تلعب الدوري بتاعها وتلعب مسابقاتها سواء على المستوى المحلي او الافريقي، واتحاد الكوره يركز في المنتخبات، يركز في خطه انه الكوره بعد 8 سنين بعد 10 سنين ومحدش يسالهم والناس تقول لهم، يعني لما يحطوا واحد اثنين ثلاثه، مش لو خسرنا الناس تمشي ولو خسرنا الناس تيجي، ما يبقاش كل قرارات انفعاليه بناخدها احنا بعد كل بطوله انا وانت وبعد كل خساره بناخد نفس القرارات ونفس الحاجات، فبنقف عند اللي احنا يعني واقفين محلك سر بقالنا سنين طويله. صحيح. لازم صحيح. نعمل لازم خطه طويله الاجل عشان نوصل، انما احنا بنشتغل حلق خسرنا فنبدا نعيد المرحله تاني من اول، يعني ما فيش منظومه كره في العالم كده، ما فيش. صح، وده للاسف احنا اللي دفعنا ثمنه يعني ونتيجته على الارض للاسف الشديد. يعني نتمنى والله يا عويس، والكلام مفروض ان فكره اصلاح منظومه كره القدم المصريه من كل الاتجاهات يعني اللي شغاله المفروض دلوقتي يبقى ليها نتيجه بقى لكاس العالم الجاي، ونشوف منتخب مصر مش بس بيتاهل، احنا نفسنا نتاهل ونصعد، يعني ما اعتقدش ان احنا اقل من ده. يعني على كل حال كريم لو حابب. لا والله يعني كالعاده عويس مش بيسيب لنا ناس صغيره ولا كبيره غير لما بيخلينا يعني نعرفها منه. بنشكرك على التغطيه الجميله دي كالعاده زميلنا العزيز احمد عويس، واكيد بنضم صوتنا لصوتك وصوت كل الموجودين من العرب الموجودين في الدوحه. ان شاء الله بنتمنى للمغرب كل التوفيق الفتره اللي جايه باذن الرحمن.